شكرا للرأي الكبير زيدان على هذه القراءة التي أبدعتنا. سؤالي هو في شكل دافنشي يقدم المؤلف فرضية معينة هي وجود فتاة في ضمن الحواريين الاثني عشر في العشاء الأخير ويبني فرضية. فالسؤال هو كيف يتفادى الروائي الوقوع في ما يسمى بالتشويق على حساب الحقيقة عندما يتناول التاريخ؟ شكرا. شكرا. إذا أحببت ذلك أن ترد مباشرة تفضل. فيها الدكتور، أولا شفرة دافنشي لا ليست حفرة على أي نوع من الكتابة التاريخية، وهي أصلا ليست كتابة تاريخية. فكرة الكأس المقدسة أو الجريل أو زواج المسيح بمريم المجدلية وإنجابه منها هي فكرة قد لا يرفضها الإسلام طبعا، يعني لا، ولكن ذات حساسية بالغة عند الكنائس الأرثوذكسية، وهي موجودة في كتب كثيرة، وقد التقطها دان براون وقدم رواية تصلح ابتداء لأن تكون فيلما سينمائيا، فهي تبدأ بواقعة قتل وغامضة ثم مغامرات وطيارات وحاجات كده، وبعدها في الآخر البطل بيتجوز البطل. أنا لما شفتها زمان أول ما نزلت كتبت مقال في جريدة الأهرام عنوان شفرة دافنشي وتصنيع الرواية، وشفت إن ده عيب يعني. وبالتالي لما بعض الناس جمعوا بين عزازيل وبين شفرة دافنشي انزعجت جدا. يعني إنما ما علينا، خلينا هنا. هنا في وقائع تاريخيه، وزي ما الدكتور جمال امبارح بالليل غير مقنعه ولا يمكن قبولها. يعني كيف افهم ان عمرو بن العاص خرج من الجاريه بثلاثه الاف وخمسمائه كلهم من عك قبيله يمنيه، فنقض الصلح وفتحها على مصر؟ هو ظلم. يعني ايه؟ يعني ايه 3500 مش فارس حتى من اردى قبيله عربيه في الوقت ده؟ كان ابو بكر الصديق الخليفه يسميهم قبيله الاخابث، وحتى الطريق بتاعهم في بلاد الاسلام كان اسمه طريق الاخابث عشان هم اول ناس ارتدوا عن الاسلام، وليها قصص كده. وعمر الخليفة مش عاجباه الفكرة، مش مقتنع بها قوي، فما زال به عمرو بن العاص حتى وقت. طيب يعني ايه بقى يفتحها في سنة وثمان شهور ولا سنتين ب 3500 ويجي له مدد 4000، في حين ان مصر كان فيها داخل الحصون 100,000 مقاتل بيزنطي داخل الحصون، وبمنطق الحرب القديمة هذا لا يستقيم اطلاقا، لان العشره داخل الحصن يساووا طبعا. وبعدين عمرو بن العاص طبعا فتح عظيم مفيش شك، بس ماشي كده سبهلله، كلمه عربيه سبهلله، داخل من النقطه الحدوديه الملتهبه العريش ما لقاش حد، دخل الدلتا مفيش حد، دخل قلب الدلتا البرامون، بس هي البرامون ده الاسم القبطي ليها، الاسم الحالي اسمها عند اليونانيين بيلوز وعند العرب اول مقعة كانت بين عمرو بن العاص، ليها تسمية عربية نفس المدينة. فوادي الجيز تعالوا، احنا قلنا أو التاريخ يعني بتاعنا النمطي ده بيقول إن هم 3500، فأثر 3000 مقاتل بيزنطي، أسمها الفرمة. فأول وضع يعني بيستفتح كده إن بياخد 3000 أسير فيبعتهم المدينة، يقول إيه بقى ابن عبد الحكم؟ فأعادهم الخليفة لعهد كان قد سبق لهم.
اللي هم مين؟ المعاد وابن عبد الحكم ده أقدم مؤرخ. قاعد أبص أكوان من كتب التاريخ بقالي يمكن سنة ونص عمال أشيل وأحط فيها إني ألاقي اتفاق. هل مصر فتحت صلحا أم عنوا؟ مش عارف. مفيش حد عارف. طيب ماشي، ودخلت وأصلت ورجعهم. رجعهم ودهم فين بقى؟ وبعدها راح على حصن بابلون اللي هو مكان القاهرة دلوقتي يعني. رايح ليه؟ العاصمة في اسكندرية. وبعدين راح الفيوم يلف هناك ويتوه. ايه ده؟ هو فين كامبين ولا ايه؟ ويلف ويجي كده ويمشي وبعدين يروح اسكندريه. اسكندريه لا تفتح. ده وصف المؤرخين العرب للمنجنيق والحاجات اللي على اسوارها. طيب نعطي الفرصه للاسئله. خلاص. الدكتور لؤي خليل، لا ما هو هيكمل، هو هيكمل. طب خليني اقفله. خليني اقفله. لان هو موضوع كبير فعلا. هذا التاريخ اللي احنا متصورين ان هو علم او شيء يعني ايه مرجعي، انا مش شايفه مرجعي. شايفه هزار. وشايفه متجني على الانسان. الفرد والانسان حتى الجماعه اللي الظروف ما تخدمهاش. ولذلك لولا هذا الطرح اللي تطرحه هذه الروايه اللي هي اصلا بحث عن الانسان وهي كلها عن انسان امراه. ودي مغامره سرديه خطره. انما تلقي الضوء على ازاي فتحت مصر؟ لا فتحت فعلا. بإشارات كده هائمة في التاريخ، أنا مش بصرح بيها هنا. إنما اللي عايز يشوف يبقى يروح يشوف بقى، بس هو كده. أو على الأقل دي رؤية لوعي تاريخي ولغوي وإنساني، وهو ده. شكرا يا دكتور. دكتور لؤي خليل. صباح الخير. إجابتك